يقول أحسن الله إليكم، هل صحيح أنكم تقولون بأن جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرها داخلون في السلفية؟ هذا كذب وافتراء، ما يدخل في السلفية إلا من كان على منهج السلف. إذا كانوا على منهج السلف فهم سلفيون، أما إذا كانوا مخالفين لمنهج السلف فليسوا سلفيين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. الرسول ما تركنا بدون بيان، بين من هو السلفي من غير السلفي. نعم.